مين مزعلها فيكو؟ مين اللي مزعلها؟ اكتبوا لي في التعليقات واخذوا لي اياها. طبعا يا جماعه البنت بدها حليب يا جماعه زي ما انتم شايفين، بحاول اربع فيها، بحاول اهدي فيها، بقولها يا بابا خلاص والله انا اسف يا بابا. يا جماعه طبعا هذه اخر رضعه يا جماعه لها، بدنا نجيب لها حليب باي شكل. ها بتقاتل، بتقول بتجيش بتجيش. انا اسف. خلاص خلاص، هي 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 تعال تعال. خلاص خلاص خلي خلي. هي 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 هي. يا جماعة بدنا علب حليب للأطفال هذول، أطفال صغار في شمال قطاع غزة، حرفياً والله العظيم أنا اليوم طلعت على السوق ولفلفت لما زهقت. شايفين الطاقية اللي أنا لابسها عشان أحمي حالي بس من الشمس. طلعت اليوم لفلفت في السوق وفيش علب حليب. غالية جداً أول شغلة، وثاني شغلة بدنا دعمكم أنتم. حاولوا تدعمونا، يعني المصاري والله في الوقت هذا هي اللي بتحكي. للأسف. يعني الطفلة المسكينة هذه اللي أنتم شايفينها شو ذنبها؟ زي ما أنتم شايفين كده بتكاتل. هيو هيو. خلص يا بابا، خلص يا بابا. هيو 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 هيو. خلص والله لا نجيب لك حليب، حنجيب لك حليب. بدك حليب؟ بدها حليب يا جماعة. خلص علبة الحليب هي اللي حترضيها. اضغطوا لايك على الفيديو وادعمونا من خلال ميزة شكرا يا جماعة للبنوتة هذه. بدنا نجيب لها حليب يعني. والله بدي اجيب لك حليب يا بابا، أنا آسف، والله أنا آسف. مين مزعلها فيكو؟ مين اللي مزعلها؟ اكتبوا لي في التعليقات واخذوا لي إياها. خلص. أنا آسف. الله يديك العافية يا جماعة.